روح. اوكي هلا حنبلش. طبعا حنبلش بشابتر 15، وشابتر 15 عنوانه Metabolism of Dietary Lipids. تمام. Dietary Lipids يعني الليبيدز اللي موجودة عندنا في الأطعمة، بدنا نشوف كيف بدنا نعملها Metabolism. تمام. هلا اول معلومه بهالتشابتر اللي هو تعريف للليبيدز. الليبيدز هم عباره عن heterogeneous group of water insoluble organic molecules. هلا شو اللي بيميز الليبيدز؟ انه هاي الكلمه ما حكيناهاش قبل هيك، اللي هي heterogeneous group. heterogeneous group يعني جروب مختلفه كليا عن بعض. يعني الليبيدز مش زي البروتين، البروتينز كلياتهم مصنوعات من امينو اسيد. الليبيدز مش زي البوليسكارايدز، البوليسكارايدز كلياتهم مصنوعات من مونوسكارايدز. الليبيدز مش زي النيوكليك اسيد، مش زي الدي ان اي والار ان اي، النيوكليك اسيد كلياتهم مصنوعات من النيوكليوتايد. الليبيدز غير، مجموعه غريبه. ليش؟ لانه لو تيجي تطلع على هذا الفيجر مثلا، شوف هاي خمس عائلات للليبيدز. العائلة الأولى هي عائلة الفاتي أسيد، العائلة الثانية عائلة التراي جليسرايد أو التراي أسيل جليسرول، العائلة الثالثة فوسفوليبيدز، العائلة الرابعة ستيرويدز، العائلة الخامسة جلايكوليبيدز. هلا لو تيجي تركز وتطلع على هاي الستركتشرز، يعني أي واحد مثلا، جيب واحد من الكيمياء احكي له بدي أفرجيك هالستركتشرز، بتطلع عليهم بحكي لك هذول الستركتشرز ما لهم مش علاقة نهائيا ببعض، لا يوم التين، يعني يستحيل يكون عائلة واحدة، يستحيل يكونوا أقارب هاي العائلة. تمام. طب ما دامهم مش ممكن يكونوا عائلة واحدة، يعني الستركتشر تبعهم عندهم مش وحدة بنائية واحدة، طب ليش جمعوهم بعائلة واحدة ما دامهم مش بنطبقش عليهم انهم مبنيات من مركب واحد او من وحدة بنائية واحدة؟ اللي بيجمعهم كلياتهم انهم water insoluble، يعني hydrophobic nature، عندهم hydrophobic nature. وبالتالي اذا واحد مثلا بيعمل تجربة على الليبيدز ما بزبط يستخدم مثلا water solvent، ما بزبط يستخدم مية. تمام. ولا بيحكي لك لازم يستخدم مادة non-polar، لانه البولر بذوب البولر والنون-polar بذوب النون-polar. وبالتالي إذا بدي أشتغل على الليبيدز لازم أستخدم مذيب مناسب للليبيدز. تمام؟ إذن هاي المجموعة اللي بتطلع عليها كيميائياً ما لهاش معادلة، يعني مثلاً تيجي تقول إنه الليبيدز لهم معادلة، ما لهم معادلة، زي مثلاً الكربوهيدرات CH2O أو مثل البروتين مصنوع من أمينو أسيد، لا، هم بيختلفوا كلياً عن بعض، لكن اللي بيجمعهم كلياتهم مع بعض إنهم كارهات للماء. وهذا طبعا كرههم للمية جعلهم انهم هم الرايت كانديديت او الشخص المناسب او المركب المناسب، خلينا نقول اللي ممكن يعمل بالخلية compartments. شو يعني؟ يعني مثلا داخل الخلية مية، خارج الخلية مية. طب كيف بدي افصل مية عن مية؟ اذا لازم احط جدار كاره للماء. علشان هيك الليبيدز هم اللي بيعملوا للممبرين. الممبرين هو الممبرين هو فوسفوليبيد باي لاير، هو فوسفوليبيد باي لاير. ولذلك الليبيدز لانهم كارهات للماء مثلا برضو مش ممكن يمشين بالدم، يعني مثلا الليبيدز ماشي لحاله بالدم ما بيزبط، ولا بحكي لك يحتاج الى ناقل. شو هذا الناقل؟ هذا الناقل هو البيومين، بروتين اسمه البيومين او مركب كومبلكس هنحكي عنه لاحقا، اسمهم لايبوبروتينز. اذا الليبيدز لا ينقل بالماء، الليبيدز هو اللي بيعمل الكومبارتمنتس، هو اللي بيعمل العوازل سواء ما بين الخليه وخارج الخليه او ما بين الاجزاء اللي داخل الخليه. كمان معلومه ثالثه عن الليبيدز، انهم هم الميجر سورس اوف انرجي ان ذا بودي. يعني احنا منين طاقتنا بنحصل عليها؟ داخل الجسم، الطاقه الداخليه. ركزوا مليح بالكلام، major source of energy، مش the preferred source of energy. احنا بنحكي واحد سألنا شو هو مركب الطاقة المفضل في الجسم، مركب الطاقة المفضل في الجسم هو الكربوهيدرات.
لكن لما احنا بنقول ما هو الميجر سورس اوف انرجي في الجسم، نحكي له الليبيدز. شو يعني؟ يعني انا لما مثلا بضرب عن الطعام وبقعد ايام طويله في الاضراب عن الطعام، هلا الجلايكوجين اللي مخزن بالكبد بكفيني ماكسيمم 18 ساعه. طب لما بضرب ثاني يوم عن الطعام، ثالث يوم، رابع يوم، شهر، منين جسمي بيكون يحصل على طاقته؟ بيكون يحصل على طاقته من الليبيدز. حتى الجلوكوز اللي بتصنع اللي اخذناه في تشابتر 10 اللي هو الجلوكونيوجينيسيس بده طاقه، عمليه التصنيع تحتاج الى طاقه، تمام؟ هاي الطاقه منين بنحصل عليها؟ من حرق الليبيدز، تمام؟ كمان الليبيدز له other function additional functions، مثلا الفيتامينز. بحكي لنا هنا الفيتامينز يقسم الى قسمين، في فيتامينز تذوب في الماء، طبيعتها ماء، اذا بتحب الميه تذوب في الماء، اذا طبيعتها ماء. في ليبيدز كارهه للماء. شو يعني بدها تكون؟ ما دام كارهه للماء بدها تكون طبيعتها فات، بتكون طبيعتها فات، فبسموها هاي الفيتامينز اللي طبيعتها فات، فات soluble vitamins، ها فات soluble vitamins، تمام. وشو دور الفيتامينز؟ قلنا هم بيشتغلوا ريجوليشن او بيشتغلوا كو انزيم. كمان في مركبات اسمهم ستيرويدز او مركبات اسمهم بروستاجلاندينز، برضو هذول ليبيدز. ستيرويدال هرمونز ليبيدز، شو بيشتغلوا؟ برضو ريجوليشن للجسم. اذا ولذلك اذا صار ديفيشنسي في الليبيد او صار خلل عندنا في الليبيد ميتابوليزم، هذا ممكن يؤدي الى ميجر كلينيكال بروبلمز. ميجر كلينيكال بروبلمز، الخلل في الليبيد ميتابوليزم بيعملنا ميجر كلينيكال بروبلمز. شو يعني الميجر كلينيكال بروبلمز؟ يعني زي تصلب الشرايين، امراض القلب، امراض القلب وتصلب الشرايين، السبب الرئيسي فيها هو تراكم الدهنيات اللي موجوده في الدم. طب هل ممكن انه يصير عندنا مشاكل نتيجه نقص الليبيدز؟ لا، ما بصير عندنا. بالعادي 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 بالعموم بنحكي ممكن بعض الحالات الاستثنائيه بيكون ناقص بعض الفاتي اسيد اللي بسموها الاسينشال وبصير عندنا شويه مشاكل، لكن بالعادي الناس ما عندهم مشاكل في نقص الليبيدز. بالعادي الناس عندهم مشاكل في زياده الليبيدز وتراكمه في الدم وتراكم على الاوعيه الدمويه، وبالتالي زيادة فرص إصابتنا بأمراض التصلب الشرايين وأمراض القلب، وطبعاً الأوبيزيتي اللي هي تعتبر حسب التصنيفات الجديدة للأمراض إنها سيفير أوبيزيتي تعتبر مرض. نرجع على هذا الفيجر. هذا الفيجر قلنا إنه هذول هن العائلات تبعات الليبيدز، هاي عائلات الليبيدز. هذا فاتي أسيد، كيف الستركتشر تبعه؟ هو هيدروكربون تشين وكربوكسيل جروب. عندنا الترايغليسرايد، في جليسرول زائد 3 فاتي اسيد. عندنا الفوسفوليبيد، في جليسرول 2 فاتي اسيد، مجموعه فوسفيت، ومجموعه هون اسمها كولين. نيجي على العيله الثالثه او الرابعه، سوري، طلع عليها ستيرويد. طلع العيله الخامسه فيها كربوهيدرات. يعني لو تيجي تطلع على العائلات تبعات الليبيدز بتلاحظ انهم بيشبهوش بعض، وفعلا انهم يعني غريب انهم حاطينهم بعيله واحده، لكن شو اللي موفقهم مع بعض؟ وهي العيله متفقه مع بعض انهم يكرهوا شو؟ الماء. حنروح الان على الدايجستشن سيكريشن يوتيلايزيشن اوف ديتا ليبيدز. شو يعني؟ يعني احنا لما بناكل ليبيدز، هذا الليبيدز شو بصير فيه؟ اول شيء بنحكي عن في امريكا، طبعا معظم الاحصائيات اللي في الكتاب الامريكي، لانه الكتاب الامريكي ان معدل تناول الشخص الأمريكي من الليبيدز في اليوم تقريباً 81 جرام. 81 جرام ليبيدز بيتناول الشخص الأمريكي في اليوم من العائلات الخمس اللي حكيناها. لكن 90% من الليبيدز اللي بيتناولوا الأمريكان اللي هن 81 جرام بيكونوا ترايغليسرايد. طبعاً هنا في كلمتين ممكن نسميهم تراي جليسرايد وهو الاسم القديم، وممكن نسميهن تراي أسيل جليسرول وهو الاسم الحديث. هلا تراي تي أسيل اي جليسرول جي، فلما بنحكي تاج، لما بنحكي تاج يعني تراي أسيل جليسرول. هلا النظام القديم كنا نحكي تراي جليسرايد، والمصطلحين لحد الآن مستخدمان، وممكن بدل ما نحكي ترايغليسرايد نقول تي جي، تي جي.
فإذا أحكينا تي جي يعني تراي جليسرايد، إذا أحكينا التاج يعني تراي أسيل جليسرايد. تمام؟ نرجع للموضوع. إذن 90% من الليبيدز اللي بيتناوله الشخص الأمريكي هو عبارة عن إيش؟ تراي جليسرايد. كم بتناول الليبيدز؟ كل الليبيدز 81 جرام. هلأ الباقي اللي هن كوليسترول، كوليستريل، استار، فوسفوليبيدز، أنستريفايد يعني فري فاتي أسيد. بعد ما بنتناول الليبيدز بدنا نعمل له دايجستشن، فمنروح على إيش؟ الدايجستشن أوف ليبيدز. هلا لو نيجي نطلع هذا الفيجر بلخص لنا تقريبا الدايجستشن اوف ليبيدز بشكل كامل. هون بدخل الليبيدز الدايتري ليبيدز من الفم. شو بناكل احنا؟ اكثر شيء تاج، قلنا تاج يعني تراي اسيل جليسرول. شو كمان بناكل؟ بناكل بي ال، شو يعني؟ فوسفوليبيدز. سي اي يعني كوليستريل استر، كوليستريل استر. شو يعني كوليستريل إستر؟ هلا بنحكي لكم إياه. كوليستريل إستر هذا الاستركتشر تبعها. كوليستريل إستر يعني كوليسترول، كوليسترول مرتبط مع فاتي أسيد بإستر لينكيج، فبصير اسمه كوليستريل إستر. ولذلك هيو اكسره، اكسر الفاتي أسيد هين، اكسر الفاتي أسيد بظل كوليسترول. معناته شو هو الكوليستريل إستر؟ هو كوليسترول زائد شو؟ زائد هذا الفاتي أسيد اللي موجود عندنا. تمام؟ طبعا شو اسم الإنزيم اللي بيكسر الكوليستريل إستر؟ سهل، كوليستريل إستريز، كوليستريل إستريز بيكسر الكوليستريل إستر. تمام؟ خلينا بما إنه صرنا هون بالستركتشرز نحكي عنهم كلهم. هذا الستركتشر اللي موجود عندنا هين هو فوسفوليبيد. كيف الستركتشر تبع الفوسفوليبيد؟ هو هذا جليسرول، هذا الجزء جليسرول اللي هو CH2OH، CHOH، CH2OH، هذا جليسرول. عنده فاتي أسيد، هذا فاتي أسيد، هيدروكربون تشين مع كربوكسيل جروب، هذا فاتي أسيد، وهون كمان فاتي أسيد، هاي اثنين فاتي أسيد. على ذرة الكربون الثالثة تبعت الجليسرول عندنا مجموعة فوسفيت. تمام، هيك أجت اسمه فوسفوليبيد. وهاي مجموعة كيميائية اسمها كولين، وممكن يكون شيء تاني لأنها كولين سموه فوسفوليبيد كولين، أو نظبط الاسم فوسفوتيدل كولين. فوسفوتيدل كولين شو يعني؟ فوسفوتيدل كولين يعني فوسفوليبيد المجموعة الكيميائية اللي متصلة فيه هي كولين. هلأ اكسر الفاتي أسيد اللي على ذرة الكربون الأولى، اكسر الفاتي أسيد على ذرة الكربون الثانية، بيطلع عندك اثنين فاتي أسيد. شو بظل؟ بظل الجليسرول. شايفينه الجليسرول؟ هيو الستركتشر تبعه جليسرول CH2OH CHOH CH2، المفروض تكون OH، بصير جليسرول. بس هذا الجليسرول عنده مجموعة فوسفيت وعنده الكولين، اجمعوهن مع بعض بكلمة واحدة، جليسرول فوسفيت كولين. شو بصير اسم المركب؟ جليسريل، جليسرول فوسفوريل فوسفيت كولين. اذا الفوسفوليبيد او الفوسفوتيدل كولين، اذا منشيل منه الفاتي اسيد الاولى الفاتي اسيد الثانيه، بيضل الجليسرول مع مجموعه فوسفيت مع مجموعه شو؟ مع مجموعه الكولين. تمام. هلا شو احنا قاعدين بنعمل؟ احنا قاعدين بنهضم، اذا نسيته احنا اكلنا شو؟ تاج فوسفوليبيد كوليستريل استر، هضمنا الكوليستريل استر هون فوق، بعدين هضمنا الفوسفوليبيد هون. هلا بدنا نهضم الثالث اللي هو 90% من الليبيدز اللي بناكله احنا ترايجليسرايد، بدنا نهضم الترايجليسرايد. كيف بهضم الترايجليسرايد؟ باجي على هذا جليسرول، هي شايفين CH2OH CHOH CH2OH جليسرول. الجليسرول عنده فاتي اسيد على ذرة الكربون الاولى، وعنده فاتي أسيد على ذرة الكربون الثانية، وعنده فاتي أسيد على ذرة الكربون الثالثة. تمام؟ شلنا الفاتي أسيد عن ذرة الكربون الأولى، وشلنا الفاتي أسيد عن ذرة الكربون الثالثة، ظلت أنية الفاتي أسيد اللي على ذرة الكربون الثانية. تمام؟ يعني بدل ما اسمه تراي شلنا ثنتين، شلنا واحدة صار اسمه داي أسيل جليسرول، شلنا كمان واحدة
صار اسمه مونو أسيليجليسرول. يعني مش تاج، تاج شيل منه فاتي أسيد واحد بصير اسمه داج، دي داي، شيل منه كمان فاتي أسيد بصير مونو ماج. تمام؟ الفاتي أسيد اللي ظلت على أي ذرة كربون؟ على الثانية. ولذلك شو اسم المركب؟ 2 ماج، 2 ماج، 2 ماج. ليش 2 ماج؟ لأنه الفاتي أسيد اللي ظل على وين؟ على ذرة الكربون الثانية. تمام؟ 2 ماج، 2 مونو أسيد جليسرول. وين هذا يهضم؟ هي مبين هون عندك بنكرياتيك لايبيز. إذن الإنزيم مفروز من البنكرياس واسمه لايبيز، وهذا برضو اسمه لايبيز. يعني طب ليش ما نشيل الفاتي أسيد الثالثة هاي؟ لأنه هذا المركب قابل للامتصاص، يعني أنا بقدر أمتص ماج. وإذا أنا بقدر أمتص ماج ليش أكسره؟ إحنا دائما شو كنا نحكي؟ كنا نحكي إنه المركب بكسره علشان أمتصه، بهضمه علشان أمتصه. هلا إذا بقدر أمتصه ما بهضمه، يعني مثلا الجلوكوز بهضمه الجلوكوز؟ لا ما بهضم الجلوكوز. ليش؟ لأنه قابل للامتصاص. طب الماج أهضمه؟ لا الماج ما بهضمه. طب ليش؟ لأنه قابل للامتصاص. طب الترايجليسرايد بهضمه؟ ليش؟ لأنه غير قابل للامتصاص. طب الكوليسترول، الكوليسترول بهضمه؟ لا، يعني إذا أنت بتأكل كوليسترول ما بتهضمه، بظل رايح من الفم للمعدة للأمعاء ويمتص هناك. ليه؟ لأنه قابل للامتصاص. طب كوليستيريل إستر بهضمه؟ ليش؟ لأنه غير قابل للامتصاص. فهمتوا؟ نرجع للفيجر هذا، للجزء هذا من الفيجر. إذا نحن بنأكل كوليستيريل إستر فوسفوليبيدز وتاج، شايفين في الماء في الماوث unchanged. شو يعني؟ ولا إشي بيحدث للليبيدز في الفم. يعني لو تجيب زيت ولا سمن ولا زبدي ولا لي ولا أي إشي تحطه بثمك وتخليه إن شاء الله 1000 سنة لن يهضم، لأنه ما في عنا هضم للليبيدز في الماوث. ننزل على المعدة، شو بصير في المعدة؟ طلع الكوليستيريل إستر ظلت كوليستيريل إستر، الفوسفوليبيد ظلت فوسفوليبيد، التاج ظلت تاج. معناته في المعدة لم يهضم شيء، لكن هون مبين انه في اشي صار خفيف. شو احكي لنا؟ some short and medium chain fatty acid. شو يعني؟ يعني انا ما اكلتش لا short ولا medium chain fatty acid. منين جين؟ منين جين؟ معناته في اشي من هذول المركبات الثلاثي اتكسر، لكن الغالبية العظمى لم تتكسر. هي most. شو يعني most؟ يعني الغالبية العظمى من الكوليستيريل إستر، الغالبية العظمى، حاولوا تركزوا شو بحكي، الغالبية العظمى من الكوليستيريل إستر، الغالبية العظمى من الفوسفوليبيد، الغالبية العظمى من التاج لم يكسر، هيو بقي كما هو. لكن صم من هذول تكسر. أنمي الصم هذول ليش؟ يعني مثلا شوي منهم تكسر. انو اللي تكسر؟ بحكي لك اللي تكسر بالغالب هو التاج. شرط ركز مليح، مهم جدا هذا شرط. انو التاج اللي انهضم في المعدة؟ شو يعني انهضم؟ يعني هذا التفاعل اللي حكيت عنه قبل شوي، انه شلت الفاتي اسيد عن ذرة الكربون الاولى والفاتي اسيد عن ذرة الكربون الثالثة. أنمي التاج اللي انهضمه؟ بحكي لك التاج اللي عندهم الفاتي أسيد ماله مش طويل، قصير أو وسط. هاي نرجع للستركتشر تبع الفاتي أسيد. هذا الفاتي أسيد الستركتشر كربوكسيل جروب هيدروكربون تشين. هلا نرجع للرسمة. إذا الفاتي أسيد اللي هين أو اللي هين اللي على ذرة الكربون الأولى أو الثالثة قصير أو طوله وسط بتكسر في المعدة. يعني ممكن تكسير، كمان مرة ركزوا مليح شو بحكي، يمكن هضم التاج اللي عنده أو اللي يحوي فاتي أسيد قصير أو وسط في المعدة. كمان مرة عيد الجملة، يمكن هضم التاج
اللي عنده فاتي أسيد قصير أو وسط في المعدة. طب التاجي اللي عنده فاتي أسيد طويلة لا يهضم في المعدة. فهمتوا شو معناها هاي؟ إذن most of the cholesterol ester phospholipids tag ما لهم بضلين زي ما هني في المعدة، لن يهضم في المعدة. أنهم اللي يهضموا في المعدة بس التاج اللي عندهم الفاتي أسيد اللي عندهم بيكون قصير أو طول وسط. بنكمل على الأمعاء. إذن معظم الليبتس لم يهضم إلى الآن باستثناء التاج اللي عنده شورت وميديم تشين فاتي أسيد. نزلنا على البنكرياس. لما بننزل على البنكرياس هلا هون في قصة كبيرة. هذا كليات الشرح طبعا جاي معنا هلا بالسلايدات، بس أنا بشرحه هون وبالسلايدات بنمر عليه على السريع لأنه بنكون فاهمينه من هون. ركزوا مليح. هلا في البنكرياس بحكي لك البنكرياس بده يفرز انزيمات لتكملة هضم الليبيدز، لكن لما بنزلوا الليبيدز على على الأمعاء هون الأمعاء ملاني مية. هلأ الليبيدز كاره للماء. طيب الأمعاء مية والليبيدز كاره للماء، شو بدنا نعمل؟ بتكتل الليبيدز كلياته مع بعضه هروبا من الماء. بتكتل كل الليبيدز مع بعض. ليش بتكتل؟ هروبا من الماء. طب لما تشوف الليبيدز كلياته متكتل مع بعضه، هل هذا إشي مريح؟ هل هذا إشي جيد لعملية الدايجستشن؟ أكيد لا. طب شو بدنا نعمل؟ بحكي لك لازم تفك هاي الكتلة من الليبيدز عن بعض وتخليها قطع صغيرة، كثير قطع صغيرة، علشان البنكرياتيك إنزيم يمسكوا كل قطعة لحال ويهضموها ويكسروها في الدايجستشن اللي حكيناه عليه في الجزء اليمين من هذا الفيجر. ركزوا مليح شو حكيت كمان مرة. الليبيدز لما بنزل وين؟ على الأمعاء. بيكون الأمعاء مية. الليبيدز بتكتل حوالين بعضه كلياته. صعب جدا على البنكرياتيك إنزيم يهضم هاي الكتلة الكبيرة. فشو لازم نعمل؟ لازم هاي الكتلة الكبيرة نقسمها لقطع صغيرة علشان البنكرياتيك إنزيم يقدروا يشتغلوا. إذن بدنا نحول القطعة الكبيرة إلى قطع صغيرة. بدنا نحول القطع الكبيرة إلى قطع صغيرة. يعني تقدر تعملها هاي بالدار. تجيب مثلا كاسة مية ولا كنية مية تعبيها لنصها وتحط على سطحها شوية زيت. امسك كنية المي سكرها وخضها. بتصير نقطة الزيت الكبيرة اللي حطيتها أو بقعة الزيت تفتفتت إلى قطع صغيرة، إلى نقاط من الزيت منتشرة في كل الكنية أو في كل الكاسة. هاي العملية بتحدث في الأمعاء. هاي العملية اسمها emulsification. شو اسمها؟ emulsification. شو يعني emulsification؟ يعني تحويل القطعة الكبيرة إلى قطع صغيرة ليسهل عملية الهضم. طب كيف بدي أعملها هاي العملية؟ هاي العملية بتحتاج شغلتين في الأمعاء. أول إشي بدك تخض الأمعاء. طب كيف بدي أخض الأمعاء؟ يعني لو أنا بالصف كان صرنا نقفز علشان تشوفوا كيف بدنا نخض الأمعاء. هلأ كيف بدي أخض الأمعاء؟ بحكي لك في حركة طبيعية في الأمعاء اللي هي اسمها الحركة الدودية تبعت الأمعاء. الهدف من الحركة الدودية أو البيرستالسيس بنسميها، الهدف من هذه الحركة هي فصل أو emulsification، يعني تحويل القطعة الكبيرة إلى قطع صغيرة بحيث أن البنكرياتيك إنزيم يستطيع يشتغله على هاي القطع الصغيرة. طيب اتحركنا الأمعاء، حولنا كتلة الليبيدز الكبيرة لقطع صغيرة. طب وبعدين شو بدي أعمل؟ ممكن هذول القطع يردين يرجعن يمسكن مع بعض. طلع شو بعمل بالأمعاء. بجيب إشي اسمه بايل، يعني العصارة الصفراء، وهاي هي فائدة العصارة الصفراء اللي تنصنع بالليفر وبتتخزن بالمرارة. بتتخزن وين؟ بالمرارة. تنزل العصارة الصفراء من المرارة على الأمعاء. كل قطعة صغيرة من الدهون بيجي البايل سولت وبيحوطها علشان يمنعها تتحد مع بعض مرة ثانية. معناته ركزوا مليح،
علشان أعمل emulsification يعني تحويل القطعة الكبيرة من الليبيدز إلى قطع صغيرة بحتاج شغلتين. الشغلة الأولى هي الحركة الدودية الطبيعية للأمعاء peristalsis. الشغلة الثانية بعد ما أقطع القطعة الكبيرة من الليبيدز لقطع صغيرة، كل قطعة صغيرة بجيب بويل وبحوطها من كل الجهات علشان ما ترجع تتحد مع القطع الثانية. هلأ هاي اسمها emulsification وهي عملية هامة جدا لهضم الليبيدز. ها هذا مهم الكلام، طبيا مهم. ليش هذا طبيا مهم؟ هلأ دائما إذا بتسمعوا كل أهلكم بيعرفوها ترى هاي البروسيس. لو تسمع مثلا واحد شال المرارة، شو قلنا عن المرارة؟ بتخزن فيها البايل طوالي، بيحكوا له ممنوع تاكل دهون. طب ليش ممنوع ياكل دهون اللي بيشيل المرارة؟ لأنه هضم الليبيدز يحتاج إلى العصارة الصفراء، والعصارة الصفراء تخزن بالمرارة، فاللي ما عنده مرارة بيكون عنده مشكلة في كمية العصارة الصفراء اللي موجودة في الجسم، يعني ما عندوش مخازن عصارة صفراء. فبتشوفه لما بيصير ياكل دهون ممكن يتعب، يعني إذا أكل مسخن مثلاً ولا دهون لي وصفار بيض كثير وكذا ممكن يتعب ويتضايق. تمام؟ إذن ليش بدنا العصارة الصفراء لهضم الليبيدز؟ هلأ منبلش نهضم بالليبيدز، ننزل تحت نشوف شو بنتج عنا. اكتمل الهضم كاملاً. ليش؟ هيطلع free fatty acid، monoacylglycerol اللي هو موجود هون كلنا يمتص، وكوليسترول. هون شو بحكي لك؟ هون بعض القطع من الفوسفوليبيدز لم تهضم فبتنزل بالستول. كل الجزء اللي تم هضمه زي ما حكينا سابقا في الكربوهيدرات بتم امتصاصه في البورتال سيركوليشن وبروح على الليفر ومن ثم الى ايش؟ الى الدم. تمام؟ هيك بتكون عملية هضم الليبيدز شو مالها؟ اكتملت. هلا هون في كمان معلومي هيها، هون إذا شايفين كلمة كايلوميكون بدنا نحكي عنه هذا شوي كمان بعد شوي كمان، يعني تفصيل أكثر شوي، بس يعني هذا تقريبا يعني الملخص. هلا لما بفوت الليبيدز على البورتال سيركوليشن، البورتال سيركوليشن برضو مية. طب كيف الليبيدز بده يمشي بالمي؟ مزبطش، ما بدنا حدا يحمله. شو قلنا قبل شوي اللي بيحمل الليبيدز؟ اللي بيحمل الليبيدز إما بالدم طبعاً ألبيومين أو لايبوبروتين. هون ما عندنا ألبيومين، عندنا لايبوبروتين، هذا اسمه كايلوميكرون. شو هذا الكايلوميكرون؟ هذه شاحنة، شاحنة تحمل الليبيدز اللي تم امتصاصه بتوديه على الليفر وعلى الدم. إذن شو هو الكايلوميكرون؟ هو شاحنة ولايبوبروتين. شو وظيفته؟ وظيفته حمل الليبيدز. أي ليبيدز؟ الدايتري ليبيدز اللي تم امتصاصه. وين بدنا نوديه؟ بدنا نوديه إلى الأمعاء. لوين؟ في البورتال سيركوليشن على الليفر وعلى شو؟ وعلى الدم. تمام يا جماعة؟ هيك بتكون عملية هضم الليبيدز اكتملت. تمام؟ نجرب نشوف شو في عندنا هنا. Processing of dietary lipids. هلأ شو عندنا بالاستمك؟ قلنا لا يتم هضم إلا كمية قليلة من الليبيدز. شو شرطه هذا الليبيدز؟ قلنا شرطه تاج عنده فاتي أسيد مالهم شورت وميديم تشين. شو يعني شورت وميديم تشين؟ يعني ذرات الكربون اللي فيه 12 ذرة كربون، أقل من 12 ذرة كربون. يعني أي تاج عنده فاتي أسيد أكثر من 12 ذرة كربون، أي فاتي أسيد عنده أكثر أو طول الذيل تبعته أكثر من 12 ذرة كربون، هذا لا يهضم بالمعدة، يهضم في الأمعاء في البنكرياس الإنزيم. أنو اللي يهضم في المعدة؟ التاج اللي عنده عدد ذرات الكربون 12. طب شو وين هذا موجود؟ هذا مثلا أنا بدي أوكل هذا التاج، هذا موجود بالحليب. يعني أنت إذا بدك تاج عنده شورت وميديم تشين فاتي أسيد، هذا التاج اللي هو التاج طبعا بالعربي اللي هو الدهن الثلاثي اللي بنفحصه عند المرضى أحيانا، التاج هذا بنأكله إحنا، موجود بالحليب، موجود في معظم الدهنيات اللي بنأكلها زي ما حكينا 90% من الليبيدز اللي بنأكله هو تاج. لكن التاج اللي عنده شورت وميديم تشين فاتي أسيد وين موجود؟ بالحليب. طب شو بدي أستفيد من هذا الكلام؟
او ليش ربنا حط لنا التاج تبع الحليب شورت وميديوم تشين فاتي اسيد؟ بقول لك لانه اسهل واسرع بتكون عمليه الهضم لانها تتم بالمعده، وبالتالي لا بدك بايل ولا بدك صناعه بايل بالليبر ولا بدك تخزين بايل بالمراره ولا بدك بنكرياتك انزيم. يعني التاج الولد الصغير الرضيع لما بيشرب حليب بهضم الحليب تبعه بالمعده، وطبعا كل ما هضمنا ابكر كل ما كانت العمليه اسرع، بالتالي بنهضم بالمعده لما بنزل على امعاء بيكون مهضوم وجاهز، فطوالي بصير عمليه الامتصاص، وهذا بخلي الولد الصغير او الرضيع يحصل على طاقه بشكل سريع، وهي طبعا من حكمه ربنا. شغله ثانيه بنقدر نتعلمها، واحد شال المراره بيجي بحكي لك بقدر اشرب حليب، بتقول له اه بتقدر تشرب حليب، طب ماني شلت المراره والحليب فيه دهن، بتقول له مش مشكله لان الدهن اللي موجود بالحليب هو عباره عن تاج يحوي على شورت وميديوم تشين فاتي اسيد. تمام، مين هذا التاج؟ مين الانزيم اللي بالمعده اللي بيكسر هذا التاج؟ اسمه جاستريك لايبيز، بفرز وين طبعا بالمعده، هذا اسيد ستيبل بيشتغل على بي اتش من 4 الى 6. اذا هذا الاسيد لايبيز مهم جدا في الدايجستشن اوف فات. هلا في بعض الامراض مثلا لو نيجي هنا مثلا في مرض اسمه سيستيك فايبروسيس، يعني زي التليف الكيسي او شيء زي هيك بسموه بالعربي، هون بيكون البنكرياس خربان. شايفين عندنا بنكرياتيك انسفيشنسي، يعني البنكرياس مش عم بيطلع انزيمات. طب هذا مريض عنده سيستيك فايبروسيس، شو ماله هذا المريض؟ بيقدر يشرب حليب؟ اه بيقدر يشرب حليب. طب ضروري يشرب حليب؟ اه الحليب طبعا بيعطيه كالسيوم، بيعطيه بروتين، بيعطيه بعض بيعطيه فات، وكمان الفيتامينات اللي بناكلها احيانا اللي هي تذوب في الدهن، لازم ناكل معها دهن علشان تذوب فيه. طبعا هذا كلام مهم جدا اذا مش مركزين. شو يعني؟ يعني انا اكلت مثلا فيتامين، هذا الفيتامين يذوب بالدهون، لازم اكل معه دهون علشان اعرف اذوبه يمتص معه. تمام، فبيكون هذا الاوبشن لهم انهم بيستطيعوا يتناولوا الحليب لان الحليب يحوي على التاج، وهذا التاج تبع الحليب يحوي على شورت وميديوم تشين فاتي اسيد، وبالتالي لا بده بنكرياس ولا بده مراره ولا بده بايل ولا بده كل هذا. تمام، اوقف هنا عند السيستيك فايبروسيس اتوقع. نسمع أسئلة ونشوف بدنا نكمل ولا لا. خليني أوقف أنا عشان التسجيل وبعدها بفتح للأسئلة. بدي أسكر وأفتح للأسئلة كمان مرة علشان اللي بده يحضر المحاضرة بدون أسئلة يستطيع، وننزل المحاضرة وننزل الأسئلة. يلا هلا بفتح. بس rotate your phone you cannot turn your